الحسك نبات سحر بفوائده رغم أنه مؤذي بأشواكه. السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناتنا الكرام، أحييكم أبد الدهر. بادر أخي العزيز وأختي العزيزة بالضغط على أعجابني كتحفيز منكم لنا، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل، فضلا منكم وليس أمرا. يسمى حسك أرضي نبات حولي ينمو في المناخ الجاف وهو منخفض الانتشار. من المعروف أنه حشيش ضار بسبب أشواكه الطويلة التي تخترق الأسطح والأقدام العارية والأحذية الرقيقة للعمال وإطارات الدراجات. يستخدم لتحسين نسيج التربة كسماد أخضر، ولديه القدرة على الاحتفاظ بالمياه في الأراضي البور، ويدخل في صناعة الصابون والصبغة والوقود الحيوي. وهو نبتة عشبية حولية زاحفة لا يتعدى طولها 30 سنتيمتر، تنتمي إلى الفصيلة البقولية ذات أوراق خضراء لامعة مركبة ريشية أشبه ما تكون بأوراق البرسيم. أما أزهار النبات الحسك فصفراء تتحول بعد جفافها إلى ثمرات الحسك قاسية كروية الشكل، تحيطها نتوءات شوكية يبلغ قطرها نحو سنتيمتر واحد، ينبثق عنها بذور برؤوس شوكية حادة. الحسك نبات معروف منذ قديم الزمان في كثير من أنحاء العالم، وهو ينمو بكثرة في مختلف مناطق العالم العربي لا سيما الجزيرة العربية ومصر وشرق أفريقيا. وهو زاحف يتمدد على الأرض، وأوراقه ريشية قاتمة الخضرة يعلوها زغب قصير متقابلة، كل ورقة تحتوي على 7 أزواج من الوريقات الصغيرة، وقد يقل العدد عن 6 ورقات إذا عطشت النبتة. وينبت في بداية الشهر أبريل ويزهر في الصيف ويثمر ويبقى أخضر طوال الصيف، ثم يجف ويموت. زهوره صفراء تتركب من 5 بتلات قطرها يصل إلى 1 سنتيمتر تقريبا، وتظهر الثمار بعد السقوط الأزهار، وفي شبه كروية يحيط بها الأشواك من كل جانب. إذا جفت التمرة انفلقت إلى 4 أو 5 حسكات حادة صلبة تعلق بالنعال وصوف الغنم. ولها أسماء عديدة، من بينها عشبة الحسك أو الحسكة، عشبة الشقشق، الكرمة الثاقبة، عشبة درس العجوز، عشبة القطبة، حمص الأمير، القضيفة المسننة، حماد الأسد، الجوخارو، التريبيولاس، بيرينت الأرض، عرمط. كلها أسماء لنبات الحسك حسب اختلاف اللهجات في الدول العربية. وسنذكر بعض الفوائد لهذا النبات، إلا أنه لا يجوز استعماله إلا من طرف ذوي الخبرة أو استشارة من الطبيب، خصوصا من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 10 سنوات والمرضى الذين يتناولون أي أدوية ضد أنواع من السرطان مثل سرطان الثدي أو البروستات. الحسك نبات سحري في فوائده، رغم أن العامة من الناس جل ما تعرفه عن هذا النبات أنه مضر للبول ويساعد على خروج الحصى من الكولي والمتانة، إلا أن الدارس المتعمق لهذا النبات يجد له فوائد قيمة عرفه المعالجون القدماء وأسهبوا في الحديث عن أسراره وفوائده الطبية. وفي العصر الحديث ظهرت أبحاث ودراسات أثبتت له فعالية في العديد من الاستخدامات الوقائية والعلاجية، وأصبح يباع كمكمل غذائي للرياضيين والباحثين عن المنتجات الطبيعية التي
تحارب الإجهاد كما يستخدم كمقوي جنسي للمرأة والرجل وعلاج فعال للعقم ومشاكل القلب وفي حالات أمراض الروماتيزم، وأيضا يستخدم كمضاد للأورام الحميدة والخبيثة، وهو ينتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وينمو بكثرة في الجزيرة العربية، وينتشر في البراري وفي المناطق السكنية وبين الشوارع والمناطق المكشوفة وفي المزارع، وهو من المراعي المهمة للماشية. ما قيل عنه قديما؟ قال عنه التركماني: ينفع من وجع المفاصل إذا عملت منه لبخة من الأوراق والجذور الطازجة ووضعت على المفاصل المؤلمة، ويحسن اللون ويزيد الباء ويحث على الجماع، وينفع من عسر البول منفعة عجيبة. أما داود الأرطاكي فيقول: يفتت الحصى في المثانة والكلي وجيد لتقوية الباء. ويقول أحد علماء الهند ويسمى دستور: أوراق هذا النبات الخضراء تنفع في علاج تضخم الطحال، وعصيرها يستخدم لعلاج حمى النفاس، وكان يستخدم في اليونان كمضر للبول ويعالج اضطرابات المزاج العام، وفي الصين كان النبات يستخدم لعلاج مشاكل الكبد والكلي والجهاز الدوري للقلب، وفي الصين وفيتنام كان يعالج النزيف بعد الولادة ورعاف الأنف، وأيضا لعلاج النزيف الداخلي في المعدة والأمعاء. تمت الدراسة العلمية على حيوانات التجارب، وتبين أن الحيوانات التي تناولته كان لها أداء مرتفع في السلوك الجنسي، وأيضا في زيادة ضغط الدم داخل الأعضاء الذكري لتلك الحيوانات، مما يؤدي إلى تضخم العضو الذكري وتمدده أثناء الممارسة الجنسية، ويعزى ذلك الأداء المرتفع إلى زيادة هرمون الذكوري. تؤخذ ملء ملعقة صغيرة مطحون الحسك 5 غرام تقريبا، تغلى من كأس ماء وتصفى وتشرب مرة واحدة في اليوم قبل أي وجبة، أو يمكن أن يسف نصف ملعقة صغيرة منها في الفم ويشرب بعدها ماء عادي. مدة استخدام الحسك: من 2 إلى 3 أشهر متواصلة، ويمكن التوقف لنفس الفترة وبعدها يعاد استخدامه، وهكذا. وهذه المعلومات الطبية والبيانات الواردة نقلا عن موقع العلاج وانكم، وهو تابع للدكتور سليم طلال الأغبري، والسلام عليكم. في لقاء آخر إن شاء الله وبحوله وقوته.